مستمرة قائمه. الإبداع، الإمتاع، الجمال، اللون الأحمر ضرد كرة. منطقة الجزاء من عمر يلعبها الآن في الجهة اليمنى عرضية يوسف المساكني. حيل والترجي التونسي يوسف المساكني. المساكني سجل في مرمى الريان ما ننساش، وسجل في مرمى المرخية ويسجل. وصنع الثاني كرة للنادي العربي عرضية. الله، الكتيبة تقدم عند عمر السومة يرسل كرة. الله، محاولة عند عمر السومة أمامية ملعوبة. يا سلام، مرور بشكل مثالي جدا. يا الله 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 إلى يوسف المساكني تسديده. الهدافين الذي ينفرد فيه ميشيل أولونكا ب 11 هدف. يوسف المساكني الآن، يوسف المساكني يسجل ويتقدم لمصر. المساكني يبحث عن التأمين، عن التأمين، عن التأمين. نعم، يؤمن النتيجة يوسف ويسجل الثاني من علامة الجزاء ويعلن عن نقاط. ومحتاج يزود لعيب في الخط الأمامي شوية كنوع من المجازفة. أقصى اليمين قد تكون، أقصى اليمين على طول. مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول، والله جامدة جدا، جامدة جدا. المساكني فتح الخط والنمس راح لها في مكان مناسب في وقت مناسب. فانت يقول له لا 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 ما بعدش كتير عن الكورة، يا دوب ثلاث ياردات بل ياردتين، ويسجل، يسجل يوسف. نجم البرازيلي عاليا فوق الى ضربة الرأس والمساندة الجميلة. الله 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 الله. بكل هدوء بكل ثقة يوسف المساكني برجل الشمال، هدف آخر جمال، هدف يتقدم به العربي من جديد ثلاث نقاط ليواصل المطاردة، ليواصل المطاردة للمتصدر الدحيل العربي. سيكون 43